السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين يا ولاد مع بعض شرح منهج نيو هلو لطلبة الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الدرس الثالث والرابع lessons 3 and 4 من الوحدة الثالثة. ولو محتاج اي درس من دروس المنهج هتلاقيها موجودة في قوائم تشغيل الخاصة بالصف الاول الاعدادي الترم الاول. حابة افكركم ان البيج اللي على الفيس بينزل عليها الشرح الورقي، وبينزل عليها حل الكتاب المعاصر، وبينزل عليها برضو شرح مختلف ومتنوع للمرحلة الابتدائية والإعدادية. هسيب لكم برضو الرابط بتاع البيج في أول كومنت. يلا بينا نبدأ بسرعة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة يا أولاد هي الفوكاب أو الكلمات. أول كلمة معايا هي كلمة قصة أطفال ومعناها children's story. الأبوستروفي إس دي خدناها قبل كده، هي إس الملكية، يعني الستوري أو القصة دي قصة مين؟ قصة أطفال. children's story قصة أطفال. الرسم بالفرشاة أو التلوين معناها painting. painting لو حذفت الاي ان جي هتبقى paint ومعناها ايه؟ يدهن او يلون. كلمة scary معناها مرعب او مخيف. scary scary مرعب scary مرعب scary مرعب. brave شجاع brave شجاع brave شجاع brave شجاع. strange غريب. الجي هنا يا ولاد هننطقها ايه؟ ج ج strange غريب. بلوك بوست منشور مدونة. بلوك بوست بلوك بوست بلوك بوست. شخصية character character character. السي والاتش هنا يا ولاد عملوا لي صوت الايه؟ الكا. character character. يخمن يعني guess guess guess. والاي دي معناها لو زودت اي دي للفعل ده فهو كده اتحول لماضي guessed ومعناها خمنة. بعد كده عندي أرض العجائب wonderland wonderland wonderland. يدهن أو يلون لسه قايلينها paint paint. خائف أو مرعوب frightened 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 frightened. قسموها يا ولاد ال F R I fry. ال G H هنا silent يبقى F R I G H fry. T E N أكنك بتقول 10 اللي هو رقم 10 وزود ال E D frightened frightened. عاقل أو حكيم sensible sensible. قسموها برضو يا ولاد S E N sen S I B L E sible sensible sensible. تعلم learning learning learning. لو شلنا ال ing يا ولاد اتحولت لفعل او verb اللي هو learn يتعلم. learn يتعلم learning التعلم. بانتظام regularly regularly regularly. بانتظام regularly بانتظام regularly. متصل بالانترنت online online online. واضح clear clear. موقع على الانترنت website website. مرتين twice twice twice. بسيط simple simple simple. قلوب hearts طبعا مفردها قلب heart heart وجمعها قلوب hearts hearts hearts. معنى meaning 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 meaning. أساسي أو رئيسي main main. أساسي main أساسي main. يتحقق أو يفحص check check يفحص check يفحص check يفحص check. C وال H هنا اتنطقت تش وال C وال K اتنطقت ك. يضحك laugh laugh. ال G وال H هنا عملت لي صوت ال A ف laugh. يضحك laugh يضحك laugh. يصرخ أو يصيح shout shout. يصرخ shout يصرخ shout. قصة حقيقية true story. كلمة true معناها حقيقي true story true story قصة حقيقية. قرارات decisions decisions. دفتر أو كراسة notebook notebook notebook. وطبعا book لوحدها معناها كتاب. بعد كده مديني conjugation of verbs مجموعة من تصريفات الأفعال وهي في الحقيقة تصريفات irregular أو غير منتظمة. swim swam swam swim swam swam. دي افضل طريقة يا ولاد لحفظ تصريفات الافعال اللي انت تحفظ التلات اشكال مع بعض. ما تقعدش تقول swim يسبح begin يبدأ
understand يفهم، وترجع تقولي التصريف التاني swam began understood، وترجع تقولي التصريف التالت. لأ الكلام ده غلط، الفعل احفظه شكله في التصريف الأول، شكله في التصريف التاني، شكله في التصريف التالت. swam 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 begin يبدأ began begun begin began begun begin began begun مضارع present و past ماضي و past participle تصريف تالت. understand understood understood present past and past participle. بعد كده مديني words and opposites كلمات وعكسها. brave شجاع عكسها cowardly معناها جبان. brave cowardly brave cowardly able قادر عكسها unable able unable able unable. بعد كده مديني مجموعة من الديفينيشنز او التعريفات، وقلنا التعريفات دي يا ولاد نقراها ونفهمها لكن مش شرط خالص اللي احنا نحفظها. اول تعريف معايا angry غاضب معناها very cross، cross برضو معناها غاضب غاضب جدا very cross. brave شجاع not easily frightened يعني مش سهل اللي انت تخاف، ده معنى كلمة شجاع brave. تعريف المدونة على الانترنت ايه يا ولاد؟ is a website on which someone writes regularly. It is like an online diary. بيقول لك هو موقع على الانترنت وبيكون فيه شخص ما بيكتب بانتظام عليه وبيشبه الى حد ما المذكرات او المفكرات اليومية بس بتكون على ايه؟ الانترنت اونلاين يعني. بعد كده عندي كلمة character شخصية، تعرفها ايه؟ A person in a book or a film هو شخص في كتاب او فيلم، ده اسمه character. كلمة clever ماهر معناها good at learning things، ان انت تكون جيد في تعلم الاشياء، ده معناه اللي انت شخص clever او ماهر. late متأخر اللي انت توصل بعد الميعاد الصحيح او المناسب، ده معناه اللي انت late او متأخر. scary مخيف something that makes you feel frightened يعني حاجة بتخليك تشعر اللي انت خايف، ده معنى كلمة scary مخيف. sensible حكيم thinking carefully so that you do the right things اللي انت تفكر بحرص عشان كده انت بتعمل الحاجة الصح، ده معنى كلمة sensible حكيم او عاقل. twice مرتين معناها two times. بعد كده مديني مجموعة من النوتس on reading and listening. اول ملاحظة معايا ولاد كلمة because خدناها كتير، because معناها لأن، وطبعا دي بيجي وراها السبب علشان ايه، وبقول وراها السبب بس خلي بالك because بيجي وراها جملة كاملة يعني فاعل وفعل. اقولك مثلا for example احمد is good at basketball، احمد جيد في كرة السلة because لأن او علشان. هقولك السبب اهو he is tall and fast هو طويل وسريع، وقلت جملة كاملة he فاعل و is فعل جملة كاملة. طيب في فرق ما بين كلمة another و other. another معناها آخر و other معناها آخرون. طب إيه الفرق؟ another بيجي وراها اسم مفرد singular noun، لكن other بيجي وراها اسم جمع plural noun. أقول لك مثلا I can see another boy أنا أستطيع أن أرى ولد آخر، لكن أقول لك I can see other boys أنا أستطيع أن أرى أولاد آخرون. another مفرد other جمع another مفرد other جمع another مفرد other جمع. بعد كده بيقولي في فرق ما بين كلمة interesting and interested. interesting اللي هي فيها ing دي صفة معناها ايه؟ شيق او رائع، ودي بستخدمها علشان اوصف الاشياء او حتى الاشخاص. اقول لك مثلا she meets a lot of interesting characters هي بتقابل شخصيات شيقة كتير، انا وصفت الشخصيات ان هي شيقة، يبقى هنا كلمة interesting معناها شيق. اقول لك جملة تانية she thinks that wonderland is interesting هي بتعتقد ان بلاد العجائب شيقة، انا هنا وصفت الwonderland اللي هي بلاد العجائب اسم مكان عادي خالص. يبقى كلمة interesting معناها شيق او رائع بتوصف الاشياء والاشخاص، لكن interested هي برضو adjective او صفة لكن
لكن معناها مختلف. معناها ايه بقى يا تيتشر؟ مهتم بي، وبيجي وراها يا اما ناون اسم يا اما فيرب اي ان جي. اقول لك مثلا she's interested in history، يعني هي مهتمة بالتاريخ. هنا مش معناها شيق، لا، هي هنا معناها مهتمة بي، هي مهتمة بالتاريخ. اقول لك مثلا she's interested in reading novels، هي مهتمة بقراية الايه؟ الروايات. يبقى interesting شيق او رائع، لكن interested in مهتم بي. بعد كده بيقول لي فعل help خدناها قبل كده على فكرة، اللي هي معناها يساعد، بيجي وراها مفعول، وبعد كده يا اما تقول المصدر infinitive يا اما to والمصدر. اقول لك مثلا we help poor people، احنا بنساعد الاشخاص الفقراء. اما اجي بقى استخدم الفعل التاني عندك اختيارين، ممكن تقول live أو تقول to live a happy life، إن هم يعيشوا حياة سعيدة. A help هنا يا ولاد جي وراها المفعول اللي هم ال poor people، بعد كده جي يا إما المصدر live يا إما to والمصدر to live. بعد كده عندي important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. frightened of معناها خائف من، وقلناها من شوية، وبيجي وراها يا إما noun يا إما verb ing، خدوا بالكم منها يا ولاد. frightened of يا إما noun يا إما verb ing. write in order يكتب بالترتيب، write in order يكتب بالترتيب. learn about the past يتعلم عن الماضي، learn about the past، learn about the past. يمارس رياضة يا إما تقول play a sport يا إما تقول do a sport، الاثنين صح. مرتين في الأسبوع twice a week. do art يقوم بالرسم، do art. ليس لديه وقت has no time، has no time. يغضب get angry، get angry. يصيح فيه shout at، shout at. في نهاية at the end of، ركزوا عليها يا ولاد، at the end of. do math حل مسائل رياضيات، do math، do math يحل مسائل الرياضيات. make good decisions يعني يتخذ قرارات جيدة. make، خلي بالكم كلمة قرارات بيجي معها فعل make. make good decisions، make good decisions. يعرف الكثير عن، know a lot about، know a lot about. know يا ولاد معناها يعلم أو يعرف، والكي هنا silent، أكنك بتقول know اللي هي معناها لأ. know a lot about. feel hungry يشعر بالجوع، و feel happy يشعر بالسعادة. يلا بينا نشوف جزء الريدنج اللي معانا هنا. بيقول لي all about me، كل حاجة عني. بيقول لي hi my name is يونس، أنا اسمي يونس. I have got، فاكرين have got؟ عندي، لدي. طب ليه استخدمنا have got؟ عشان الاي، الاي بتاخد have got. انا عندي short dark hair، شعر مجعد وغامق وقصير. I live in Alexandria، انا بعيش في اسكندرية. with my mom dad and two brothers، مع امي وابي واخين كمان. my favorite school subject is history، مادتي المفضلة هي التاريخ. جملة مهمة قوي يا ولاد، my favorite school subject، مادتي المفضلة is تكون، وتقول اسم المادة المفضلة عندك. I love learning about the past، أنا بحب أتعلم حاجات عن الماضي. I like maths، بحب الرياضة and science والعلوم. two أيضا. I do not like art، أنا ما بحبش الرسم. because علشان، لأن. I am not very good at drawing or painting، أنا مش جيد في الرسم أو التلوين. because هي جي وراها جملة كاملة. خلي بالكم برضو يا ولاد ان good at بيجي وراها verb ing، فقلت drawing ما قلتش draw، وقلت painting ما قلتش paint. I often play sport after school، غالبا بلعب رياضة بعد المدرسة. my favorite sport، رياضتي المفضلة is هي الباسكتبول. I am good at it، أنا جيد فيها. because I am tall and I can jump high، علشان أنا طويل، I am tall، وإيه كمان السبب التاني؟ I can jump high، أستطيع أن أقفز عاليا، كان أهي بيجي وراها المصدر. I like swimming، أنا بحب السباحة. too أيضا، فعل like يا ولاد بيجي وراه دايما فعل ing، ما ينفعش أقول I like swim، غلط، I like swimming. I go swimming twice a week، أنا بروح السباحة مرتين في الأسبوع.
at home في المنزل I like reading and playing video games. أنا بحب القراءة ولعب ألعاب الفيديو. خلي بالك like أهي ما قلتش read. No, I said reading. لأن like لازم الفعل اللي وراها نضيف له ing. I do not like watching TV. أنا ما بحبش أتفرج على التلفزيون. نفس الكلام برضو يا ولاد. Don't like. Verb ing. I think it's boring. أنا أعتقد إن هو ممل. كلمة boring معناها ممل. طيب عندي هنا جزء reading يا ولاد بيتكلم لي على مغامرات أليس في بلاد العجائب Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. يعني اللي كتب القصة دي اسمه Lewis Carroll. بيقول لي Alice's Adventures in Wonderland مغامرات أليس في بلاد العجائب is a famous children's story. هي قصة أطفال مشهورة. كلمة famous معناها مشهور. أنا بوصف قصة الأطفال إنها مشهورة أبدأ بكلمة مشهور الأول A famous children's story. Alice's adventure مغامرة أليس begins بتبدأ when she goes to Wonderland لما بتروح بلاد العجائب. ليه قلت goes ما قلتش go ليه؟ علشان شي مفرد يبقى لازم نضيف صوت الاس للفعل. طب صوت الاس هنا ما حطتش اس ليه؟ ليه قلت es؟ لأن go آخرها o عشان كده هزود es. Alice thinks Alice بتعتقد that Wonderland إن بلاد العجائب is interesting طيقة أو رائعة but لكن it is a strange place هو مكان غريب a strange place a strange place مكان غريب she is a sensible girl هي بنت حكيمة she is هي تكون a sensible girl بنت حكيمة but لكن she does not understand Wonderland هي مش بتفهم بلاد العجائب does not لا does not لا understand تفهم هي مش بتفهم Wonderland بلاد العجائب Alice is also brave صفة تانية من صفات Alice ان هي brave شجاعة و also معناها ايضا Alice is also brave Alice أيضا شجاعة and clever وماهرة. She meets a lot of interesting characters. Alice often sees the white rabbit. Alice غالبا sees ترى أو بتشوف the white rabbit الأرنب الأبيض. The white rabbit الأرنب الأبيض is very busy مشغول جدا and he's usually very late وعادة بيكون very late متأخر جدا. He always runs fast. دايما runs fast بيجري بسرعة runs ها ما قلتش run لان الفعل عندنا هي كل الجمل دي يا ولاد في present simple عشان كده هتلاقي معظم الافعال ضيف لها s لان الفعل عندك مفرد وخلي بالك برضو من مكان always ومن مكان usually always جت قبل الفعل ما قلت he always runs لكن usually جت بعد ال verb to be is usually وخدناها قبل كده مكان ظرف التكرار يا إما قبل الفعل يا إما بعد الverb to be. The Churchill cat القطة اسمها تشرشل مالها is a funny animal هي حيوان مضحك. He has got هو عنده ده مين ده القط تشرشل عنده إيه a big smile ابتسامة كبيرة and he is very friendly وهو ودود جدا. He tells Alice هو بيخبر Alice about Wonderland عن بلاد العجائب and helps her وبيساعدها to find different places علشان تجد أماكن مختلفة help أهي جا بعديها إيه to والمصدر to find وهنا ممكن أشيل to خالص وأقول find بس ودي معلومة إحنا قلناها من شوي and helps her وبيساعدها to find different places إن هي تجد أماكن مختلفة and characters وشخصيات مختلفة the queen of hearts ملكة القلوب اللي هي فوق دي اللي هي لابسة التاج على رأسها طبعا أكيد كلكم شفتوا الفيلم وعارفينه is not very nice ليست رائعة أو ليست لطيفة she's a scary person هي شخص مخيف a scary person شخص مخيف she's always هي دائما angry غاضبة and she shouts at people ودايما بتصيح أو بتزعق في الأشخاص shouts at تصيح في shout at تصيح في وطبعا هنا زودنا الاس عشان الفاعل عندك مفرد Alice is brave
أليس شجاعة. So لذلك she is not frightened of her. هي مش بتخاف منها. At the end of the story في نهاية القصة all the characters كل الشخصيات help Alice بيساعدوا Alice so she can go home. لذلك هي تستطيع ان هي تروح البيت او تذهب للمنزل again مرة اخرى. اخر حاجة معايا يا ولاد في فيديو النهاردة اول معلومة بيقولي عليها فعل like, love, enjoy, prefer, don't like, hate, dislike. الافعال دي كلها يا ولاد يا اما بيجي وراها verb ing يا اما بيجي وراها noun او اسم. حاجات مهمة جدا جدا يا ولاد ركزوا عليها في المذاكرة. يعني مثلا اقول لك I like swimming. They don't like watching TV. Selma likes maths. She loves learning about the past. She doesn't like painting. كل الجمل دي هتلاحظ ان like, don't like, likes, loves, doesn't like كلهم جي وراهم verb ing. وطبعا ممكن نستخدم اسم زي الجملة بتاعت سلمى likes maths. هنا ما استخدمتش verb ing لا هنا استخدمت اسم. يبقى يا ولاد كل الافعال اللي قدامكم دي يا اما بيجي وراها noun او اسم يا اما بيجي وراها verb plus ing. بعد كده بيقولي لو حبيت اعمل سؤال يبدأ بفعل مساعد واستخدم الافعال دي اللي هي like او love او prefer اعمل ايه؟ قالك ابدأ بدو او does لان الدو والdoes دول اللي بنستخدمهم في السؤال في زمن present simple او المضارع البسيط. وبعد كده subject او الفاعل وبعد كده حط الفعل اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اللي هو بقى like او love او او او. وطبعا ده سؤال يا ولاد في present simple زي ما قلت لكم. اقول مثلا do you like playing tennis؟ هل انت بتحب لعب التنس؟ ادي دو جت في الاول وبعد كده السبجكت او الفاعل وبعد كده لايك وبعد كده فيرب اي ان جي. اوعى تنسى تضيف لكلمه بلاي الاي ان جي. طب ليه يا تيتشر هو احنا مش في المضارع البسيط في السؤال بنستخدم المصدر؟ ايوه ما انا مستخدمه المصدر اللي هو مين؟ لايك. يبقى لايك هنا هو المصدر علشان ده سؤال في المضارع البسيط. لكن لما جيت استخدم كلمة play زودت لها ing ليه؟ علشان قبليها like. يا اما هقول yes I do يا اما هقول no I don't. السؤال التاني does she like playing tennis؟ does الفعل المساعد she الفعل like الفعل وفي المصدر عادي خالص. بعد like بقى يا سيدي يبقى لازم تحط لي verb ing. يا إما هقول yes she does يا إما هقول no she doesn't. طب ليه الجملة الأولى استخدمت do؟ عشان اليو اليو بتروح مع الدو. وليه الجملة التانية استخدمت does؟ علشان الشي اللي هي والشي والات والاسم المفرد بيروحوا دايما مع الdoes. طيب آخر حاجة هناخدها في فيديو النهاردة بعض الصفات بتتبعها حروف جر وبرضو بيجي وراهم verb ing أو noun زي الأفعال اللي قلنا عليها من شوية. زي good. جود يا ولاد لو حطيت بعديها حرف الجر at يبقى لازم نيجي وراها يا إما noun يا إما verb ing. وزي interested in مهتم بي وزي bad at سيء فيه. good at جيد فيه bad at سيء فيه interested in مهتم بي. التلاتة دول يا ولاد هيجي وراهم يا إما noun يا إما verb ing. اقول لك مثلا احمد is good at english احمد جيد في الانجليزي ادي good at اهي جي وراها ايه noun او اسم. الجمله الثانيه هدى is interested in reading adventure stories هنا بقى interested in اللي هي معناها مهتم بيه جي وراها verb ing. يبقى الثلاث كلمات دول يا اولاد يا اما بيجي وراهم verb ing يا اما noun او اسم. بيقول لك لاحظ ان الافعال like, love, prefer لو جي قبليهم كلمة would في الحالة دي لازم تحط وراها to المصدر. اقول لك مثلا he'd like الابوستروفي دي يا ولاد اختصار لكلمة would يعني he would like. هنا like جي قبليها would هل هيجي وراها verb ing؟ قال لك لا في الحالة دي طالما like جي قبليها كلمة would يبقى هيجي وراها to المصدر. فهقول he'd like to drive a small car يعني هو يود ان هو يقود او يسوق سيارة صغيرة. يبقى like و love و prefer لو جي قبليهم كلمة would في الحالة دي استخدمش بعدهم verb ing. امال هستخدم ايه؟ to المصدر. to المصدر.
بس كده. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. معلش هو كان فيديو طويل شوية بس قلنا نخلص فيه lessons 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. انتظرونا ان شاء الله بإذن الله في الفيديو الجديد اللي هنخلص فيه الوحدة الثالثة على خير ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتنورنا، وكمان ما تنساش تدوس على زرار اللايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.